في نفس السكة وفي نفس إن المصريين بخير دايماً، المصريين بخير. مؤسسة أبشر الخيرية أجرت مزاد على قميص اللاعب الكابتن طارق حامد نجم منتخب مصر ونادي ضمك السعودي من أجل توجيه عائد بيع القميص لصالح أطفال غزة. تفاصيل أكثر هنعرفها عن المزاد في المداخلة مع الأستاذة شيماء الإمام مديرية مؤسسة أبشر الخيرية. أستاذة شيماء أهلا بك معنا يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برحب بيك أهلا يا أستاذة بحضرتك. شيماء. أهلا بيك. أهلا بيك. احكي لنا بقى عن المزاد اللي حصل على تيشيرت اللاعب طارق حامد نجم منتخب مصر، وصل لحد كام دلوقتي الموضوع؟ والله واحنا من نص ساعة أو من أقل من نص ساعة كان 95، الحمد لله 95 ألف ما شاء الله. حالا 100 ألف جنيه، لسه ما أعلناش يعني، لسه حالا إن شاء الله ربنا يزيد ويبارك. آمين يا رب. هو كابتن طارق ما تأخرش خالص، أول ما عرف إن احنا بدأنا مبادرة زي دي، وكل لاعب من اللعيبة، هو مش بس هو لوحده، هو كذا لاعب كمان بعت لنا التيشيرت بتاعه. زي مين؟ قول لنا كده نعرف الناس. لو هو مش هقدر ان انا اصرح للامانه، هم كان ده طلبهم يعني. يعني الموضوع بيبقى شويه محتاج ترتيبات ومحتاج حاجات معينه وترتيبات معينه، فهو اكتر من لاعب، مش بس لعيبه كوره، كمان لاعبات رياضيات يعني رياضه تانية. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، الناس كلها متشجعه، ما شاء الله الناس كلها بتحاول تسعى، كل واحد باللي في ايده. ما كنتش اتوقع ابدا ان التيشيرت يجيب المبلغ ده، سبحان الله. هو كل الناس بالتعاون يعني، احنا في ظروف شويه صعبه يعني، وكل جنيه بيفرق، فان هو يجيب مبلغ زي ده واحنا ما كملناش 24 ساعه المزاد ده كبير يعني. في الحالات زي دي بتقفلوا المزاد على امتى؟ ولا هو الموضوع بيبقى ليه وقت؟ احنا كنا عاملين المزاد لمده 24 ساعه، وكنا حاطين تارجت معين، الحمد لله حققناه، وتقريبا هنقفل المزاد على 100 ألف. ما شاء الله، هو مبلغ طبعا يعني كويس جدا في الوقت الحالي. وحضرتك بتقولي كمان ان في لعيبه تانية من كره قدم الله. ولاعبات. هو مبلغ كويس جدا، لان احنا عندنا زي ما احنا عارفين اهل غزه بينزلوا بيانات دايما، والجهات المختصه هناك بيان دايما ان في عجز في الادويه وعجز في حاجات معينه. فمبلغ زي ده يشيل على الاقل جزء كبير من بند من البنود دي يعني. بالظبط. لا، هي الفكره، فكره اولا مبدا التبرع ومبدا المساعده والمساهمه، وقصه ان هو اي جنيه دلوقتي هيفرق. بالظبط. حتى بجد يعني، هو لو 5 جنيه تفرق، ده ازازه ميه تنقذ حياة روح إنسان. ده حقيقي. أنا بحييكي جدا أستاذة شيماء، وبتمنى لك التوفيق في الـ في الـ في المشوار اللي أنتوا بتعملوه، ويحقق نتائجه، وتفضل مصر بخير دايما بوجود أبنائها الشرفاء اللي زي حضرتك. أستاذة شيماء الإمام مديرة مؤسسة أبشر الخيرية، أنا بشكرك جدا لوجودك معانا.